نرحب بحضراتكم من جديد. من يومين دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اتكلم عن خطة هتنتهي الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء، ده بعد ما اتضح ان اكتر من 60% من انتاج مصر من الغاز الطبيعي رايح لمحطات الكهرباء عشان توليد الطاقة الكهربائية اللي بنستخدمها في مناحي حياتنا بشكل عام. عشان كده كل ما هنقدر ان احنا نرشد كميات الغاز الطبيعي اللي بتخدم المحطات دي، كل ما هيبقى عندنا فرصة كبيرة لتصدير جانب اكبر من هذه الثروة الطبيعية، وبالتالي هيدخل لمصر عملة صعبة. طيب ازاي المواطن يقدر انه يبدا يغير ثقافه استهلاك الكهرباء جوه بيته وفي مكان عمله؟ ازاي نقدر ان احنا نمشي على نهج الترشيد عشان نقدر نحقق معادله الاستفاده اللي اتكلمت عنها الحكومه؟ كلام كتير جدا واجابات اكتر هنستعرضها دلوقتي مع ضيفنا اللي موجود معانا في الاستوديو، دكتور خالد عبد الرحمن الفره، خبير الطاقه. صباح الخير على حضرتك يا فندم، واهلا بيك معانا. اهلا، صباح الخير يا فندم. اهلا، صباح النور يا فندم. طيب في البدايه خلينا نعرف من حضرتك يعني قراءتك لتصريحات دكتور مصطفى مدبولي الخاصه بترشيد استهلاك الكهرباء. بالعكس، أنا شايف أنه هي تصريحات على الأقل بتحط كل جهة معنية في الدولة سواء كحكومة أو كالمواطن المصري بمحددات رئيسية من ناحية المسؤوليات والمهام اللي واجب أنه يتبعها أي شخص طبيعي حتى على مستوانا إحنا كمواطنين في منازلنا. إيه هي الفرص، إيه هي فرص ترشيد الطاقة اللي بتدروه إمبليكيشن في النهاية أو بتاخد بجانب إيجابي، بتوفر لي من فاتورة جيبي أنا كمواطن ناحيتي، وبالتالي من ناحية مصدر توليد الطاقة والطاقات المستهلكة سواء كانت من غاز طبيعي أو سواء كانت من مازوت أو إيه نوع الوقود المستخدم في توليد هذه الطاقة الكهربائية، لابد أنه هو بيوفر في موازنة الدولة من ناحية أن أنا بروح زي ما حضرتك تفضلتي للفرصة البديلة لاستهلاكات الغاز الطبيعي اللي أنا بستهلكها كمورد رئيسي موجود عندي، هل إن أنا أستهلكها محليا في استهلاكات محلية أو أبص على الفرصة البديلة في ظل التصدير وتوفير العملة الصعبة لدولتنا بحيث أنه هي تزيد من الموارد اللي بتدخل على الموازنة العامة للدولة. وبالتأكيد كل ده في النهاية بيصب في مصلحة المواطن، بيصب في مصلحة الدولة كموارد مقابل بنود أخرى الدولة بتستوردها من الخارج لتوفيرها للمواطنين. فبالتالي لابد أن احنا نبدأ نشتغل فاعلين منذ لحظة التصريح أو المؤتمر الصحفي لمعالي دولة رئيس مجلس الوزراء، بلس أن احنا لازم كل المواطنين في ظل الشفافية اللي احنا موجودين فيها النهاردة يبقوا عارفين أبعاد القضية راحة فين نتيجة الأزمة العالمية اللي احنا كلنا شايفينها في قضايا الطاقة وأسعار الطاقة والارتفاعات وكافة الموارد الأخرى. دكتور خالد، تغيير الثقافة هو ده أو هي دي النقطة، يعني الحجر عثرة زي ما بنقول. ما بالظبط، لازم نقدر نغير ثقافة الناس تجاه استهلاك الكهرباء. احنا كلنا بلا شك يا دكتور خالد واحنا قاعدين ممكن نسيب لمبات مفتوحة، ممكن نسيب الفيش موجودة في الكهرباء وما بيشغلش بالنا قد كده، وبتيجي الفاتورة في الآخر بنزعل طبعا وبنتضايق لما نلاقي الفاتورة قد كده، لكن ازاي نغير ثقافة الناس تجاه استهلاك الكهرباء؟ هي خلينا نقول لنخفف اللهجة قليلا، هي مش تغيير ثقافة بقدر ما هي رفع من مستويات التوعية لدى المواطن في تصرفاته، في المنهجية اللي يجب أن يتبعها من ناحية أنه هو إزاي يقدر يتصرف في هذا المورد، هذا المرفق اللي الحكومة أو الدولة المصرية بتوفره ليك كمواطن، يجب أن تستغله أقصى استغلال بأحسن كفاءة ممكنة لتحقق كافة عائدات الوفرات. أنا زي ما قلت سابقا، سواء من ناحية جيبي أنا أو من ناحية التوفير من ناحية المصادر الطبيعية المتاحة إلينا في جمهورية مصر العربية. إحنا زي ما حضرتك تفضلت، الأبروتشز للأسف الشديد إحنا كمواطنين عاديين زي ما حضرتك تفضلت، أكبر قطاع مستهلك للطاقة الكهربائية جوه جمهورية مصر العربية النهاردة طبقا للإحصاءات الأخيرة والتقارير التي تصدر من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة واستهلاكات الوقود طبقا لما يصدر من تقارير رسمية من وزارة البترول والثروة المعدنية، القطاع المنزلي في الطاقة الكهربائية بيتجاوز استهلاكه حاجز 50%. معناها أنه احنا مواطنين مستهلكين، لو بصيت لبقية القطاعات، قطاع صناعة، قطاع تجاري لايك المولز والحاجات دي اللي موجودة عندنا، قطاع زراعي، قطاع ترانسبورتيشن،
القطاعات الاخرى في الدوله حضرتك هتلاقي بتتكلم في ال 50% التانيين، ولما يدخل في قطاع الانتاج ده مهم مفيش منه مشكله بالظبط لان في انتاج. وبعدين لما نيجي نبص من ناحيه قطاع الانتاج للطاقه الكهربائيه، هم عندهم برامج كتيره جدا من حوالي 2015 2016 بداوا في بروجرامز كبيره ان هم يرشدوا ويرفعوا من كفاءه المحطات المنتجه للطاقه الكهربائيه اللي هي عشان تصل الى المستهلك النهائي اللي هو انا، سواء كنت مواطن ذو قطاع منزلي او كنت مواطن بشتغل في قطاع صناعي او قطاع تجاري او قطاع سياحي وما الى ذلك. لذلك حضرتك احنا المفروض لو بصينا على القطاع المنزلي بنوعيته هتلاقي كل استهلاكاتنا عباره عن ايه؟ عباره عن شويه احمال اضاءه، عباره عن شويه احمال غسالات لغسيل الملابس وما الى ذلك، هتلاقي عندنا التكييفات. الميجور كونتريبيوشن في توزيع الاستهلاك القطاعي ده جوه القطاع المنزلي طبقا للاحصاءات والدراسات اللي بتنفذها الدوله المصريه من جهات استشاريه سواء محليه او اجنبيه، هتلاقي قطاع الاضاءه في المنازل بيشكل في حدود حوالي 30-35% من توتال الاستهلاك بتاع حضرتك جوه منزلك، يليه التكييفات، يليه الثلاجات والديب فريزرز وما الى ذلك. دكتور خلينا نقول مثلا يعني ندي الساده المشاهدين كده نموذج محاكاه للاستخدام الامثل وترشيد استهلاك الكهرباء في البيت، يعني انا هو مواطن في البيت انا المفروض اعمل ايه بدايه من اول زي ما حضرتك بدايه من الاضاءه لاستخدام الاجهزه الكهربائيه الى ما ذلك. حضرتك في استخدامات الاضاءه زي ما تفضل الزميل العزيز انجاز لي التعبير في حته الاضاءه، حته الاضاءه ببساطه شديده جدا ان احنا المكان اللي هو اوريدي بيستخدم فيه استهلاكات، مش ضروري الاماكن الغير مستغله يتم ترك الاضاءات فيها مفتوحة. اللمبات الموفرة بتفرق؟ اللمبات الموفرة بتفرق، حتى ايفن مع اللمبات الموفرة او مع الليد لايتنج تكنولوجي الجديدة اللي هي بتوفر اكتر كمان من اللمبات الموفرة، برضو اي مصدر اضاءة النهاردة زي اللي موجود عندنا في الاستوديو لو شغال بدون اشغال في هذه المنطقة ملوش لازمة خلاص. فالنهاردة بنتكلم عالميا، بيتكلموا النهاردة على ما يسمى بالبيوت الذكيه اللي هي السمارت هومز اللي هي النهارده كلها فيها سنسور كده، فيها سنسور وانت داخل تفتح النور وانت خارج، بيحس بالموشن، بيحس بالحركه، بالمكان مشغول بتبدا عمليات الاناره تشتغل، المكان غير مشغول او انا تركته، وفيري سبيسيفيك في الكوريدورز والممرات الكبيره اللي بتبقى موجوده ملوش داعي دي تبقى من غير مفتاح كهرباء، يعني مجرد ما الشخص بيعدي بيبقى في زي مجسات كده النور بينور بالظبط حضرتك بتبقى شغاله بالكونسبت بتاع الانفراريد اللي هي الاشعه تحت الحمراء، بتحس بحركتي، بتحس بدرجه حراره الجسم اللي ماشي متحرك، فبتدي اوردر انه تطلع الاضاءه اون. النهارده مش عايز اقول لك انا في بعض الدول المتقدمه بره حتى على مستويات العمارات الاضاءات اللي كنا بنشوفها زمان في الكوريدورز وفي الادوار المختلفه خلاص كان بيتم فيها موجود مثل هذه الحساسات اللي وانا داخل عند بوابه الاسانسير بتروح منورالي، مجرد ما دخلت جوه الاسانسير بتروح دي مطفية. موجوده يمكن في العمارات من زمان جدا او في يعني في اماكن ممكن شويه العامه موجوده بالظبط. حاجه تانية بالنسبه للقطاع المنزلي ان احنا لما بنيجي بنتكلم في القطاع المنزلي بتكلم على ست البيت لما النهارده بيبقى عندها غساله للملابس، دايما احنا بنحب الاوفر سايزنج في الحاجات، احنا بس يعني عايزين نوضح حاجه قبل الموضوع ده، احنا بنضرب مثل بس بنظم الاضاءه الحديثه، مش بنقول للناس ان هي تعمل كده، لا الدكتور بيضرب مثل بس بيقول احنا في ناس بتوفر حتى دول متقدمه واقتصادياتها عاليه جدا لكن هي بتوفر في الكهرباء، في ناس كمان معاهم فلوس لان طبعا دي تكلفتها غاليه بالظبط، فالناس اللي بيعملوا ده معاهم فلوس ومع ذلك برضو بيكونوا حريصين ان هم يوفروا في استهلاك الكهرباء، لكن احنا بشكل عام احنا في بيوتنا ما عندناش، انا ما عنديش هذه النظم الذكيه، لكن اعمل ايه عشان ابتدي اوفر واحده واحده زي ما كنت بقول لحضرتك. انا ده اللي بتكلم فيه حضرتك، ما برضو احنا فاتنا حته في الاول، هناك اثنين مبدأ رئيسيين في قضية استهلاكات الطاقة. مبدأ رئيسي اللي هو بنسميه ترشيد الطاقة
ودايما منهجيه واليات ترشيد الطاقه جوه منزلك او في اي منشاه كانت بتقاد بالطاقه الكهربائيه، الترشيد هنا لا يعني ان انا مطلوب مني اي استثمارات، هي منهجيه للتصرف في مواردي اللي موجوده. وهناك منهجيه اخرى رفع كفاءه استخدامات الطاقه، رفع كفاءه استخدامات الطاقه هذا ما يستدعي الى تكاليف استثماريه معينه، فوليوم بيبدا من قد كده لغايه قد كده طبقا للنشاط، ده اللي بيبقى مطلوب منه تكاليف استثماريه كبيره. وانا هوضح الترشيد ان انا امشي في الغرف عندي في البيت الاضاءات اللي منوره اطفيها، ده ترشيد. لكن لو جيت قلت زي ما تفضلت حضرتها وقالت الحساسات موجودة من زمان، عشان أحط حساس جوه هذه الغرفة أو جوه هذه المنطقة ده محتاج تكاليف استثمارية، ده اللي بيقع تحت مظلة المبدأ الآخر اللي هو رفع كفاءة استخدامات الطاقة المتاحة. خليني أروح لبارت كبير جدا في الاستهلاكات، الغسالات الفول أوتوماتيك اللي موجودة عندنا في بيوتنا. أنا النهاردة برضه من ضمن التوجيه المفروض المواطن يعيه، الغسالة النهاردة لو عندي 5 كيلو 8 كيلو 12 كيلو زي ما هم بيحبوا يجيبوا الغسالات الكبيرة، النهاردة لما تيجي تجيبها حتى 12 كيلو تكون عامل في حسابك وانت بتشغلها لابد ان تكون هذه الغسالة وفرت لها الملابس اللي هتخش تتغسل عند مينيمم 10 11 كيلو، ما اشتغلش عند الخمسة كيلو. لانه لما بتشتغل عند الخمسة كيلو حضرتك بتستهلك استهلاكات للطاقة نفس الغسالة في حدود حوالي 15% إلى 20% زيادة عن من إن أنا لو شغلتها عند الفل كباستي عشان هضطر أشغلها تاني لملابس تانية. بالظبط. إضافة بقى إلى الطاقة الكهربائية، أنا بأهدر موارد شكلها إيه؟ كل المنظفات اللي أنا بحطها في الغسالة، كميات المياه اللي المفروض برضو نرشد في استهلاكاتها، واخد بال حضرتك؟ دي قصة. القضية الثالثة والأخطر اللي هي مفهومها مغلوط عند كافة المواطنين حتى بما فيهم بناتي، انه بتيجي بتخش بتسويتش اون جهاز التكييف اللي موجود في اوضتها منزلة درجة الحرارة لغاية 16. القضية مش ان انا نزلت ال 16 ولا خليته على 17 ولا 18 ان انا هبرد اسرع والدنيا هتبقى متلجة، لا، انت اوريدي التكييف طبقا لاحوال الطقس اللي احنا موجودين فيها النهارده لو انت ظبطته على 16 على 17 درجه عمر حمل الجهاز التكييف ما هيوصل لك درجه الحراره جوه الغرفه عند ال 16 درجه. هذا يعني انه دايما الكمبريسور بتاع الوحده الخارجيه اللي موجود في بيتك هيفضل شغال اوفر ال 10 اورز او اوفر ال 24 ساعه لو انت بتشغله 24 ساعة مش هيفصل ومش هيفصل. ده برضو ترشيد. يبقى احنا بندي ريكومنديشن للناس، المفروض ان الدرجة الامثل ايه؟ الدرجة الامثل حضرتك اكوردنج لكافة الاكواد العالمية اللي هي بيسموها الكومفورت زون للبني ادم اللي يستطيع ان هو يبقى قاعد مستريح ما بين 21 درجة الى 24 درجة. سو انا لن يضرني حاجة لو انا اشتغلت عند 23 درجة او 24 درجة، حتى انت حضرتك هتسمعي صوت المكيف قاعد بيعلى وينزل سرعة الهواء، معناها انه هو بيقابل درجة الحرارة اللي حضرتك طلباها في المنطقة اللي انت موجودة فيها. كل دي اطر من اطر الترشيد اللي موجودة اللي لازم المواطن يبقى واعي ليها. حاجة اهم والناس ما بتبصلهاش، كل الأجهزة اللي موجودة عندنا سواء تلفزيونات سواء ريسيفرز سواء تشارجرز بتاعت آيباد ولا بتاعت موبايل، أي فيشة موجودة في الحيطة لازم ما سيبهاش في الحيطة وأنا ما بعملش عملية دي نقطة بننساها، الناس مش متخيلة أنه هي وهي موجودة بتستهلك يا فندم. لكن أنت تخيل نفس استهلاكها طيب وهي شغالة؟ لا، استهلاك في حدود دنيا بس إحنا لا نلحظه، في النهاية بيحصل له اكوموليشن على الفاتوره بتاعت حضرتك اخر الشهر. عظيم. طيب لسه نكمل طبعا كلامنا مع حضرتك، وعارفين انه ملف ترشيد استهلاك الكهرباء زي ما ليه فوائد اقتصاديه فهو كمان ليه فوائد بيئيه لانه بيساهم في تخفيف التلوث ومواجهه التغيرات المناخيه. خلينا نعرف تفاصيل اكتر من الدكتور مصطفى مراد رئيس قطاع نوعيه البيئه بوزاره البيئه. صباح الخير عليك يا فندم.
صباح النور، ازي حضرتك والساده المشاهدين جميعا. اهلا بيك. بخير يا فندم. خلينا نتكلم في البدايه ازاي ممكن يكون قرار غلق المحلات بدري شويه وترشيد استهلاك الكهرباء ليه اثر بيه؟ بالتاكيد القرار ده يمكن ليه اثر بيئي على مستوى عده مواضيع، يمكن هنتكلم عن تلوث الهواء، على التلوث الضوئي، على التغيرات المناخيه، ليه اثار متعدده. ويمكن القرار ده مش جديد، يمكن كانت ليه دور وزاره البيئه سابقا في اعداد وصدور الحكومه لقانون المحال التجاريه وتحديد مواعيد محدده لغلقها. ده بناء على مستويات من القياسات اللي تتمت على فترات زمنيه طويله بتحدد انها التوقيتات اللي تم غلق فيها المحال دي بتساهم بشكل كبير جدا في خفض التلوث البيئي، بتخفض نسب تلوث ملوثات الهواء المحيط، بتخفض مستويات الضوضاء اللي بيتعرض لها المواطنين. وده يمكن بيجي منين؟ حضرتك النشاط البشري بيصاحبه حركه كبيره للمواطنين على الارض وحركه للمركبات وخلافه واستهلاك بالتاكيد للطاقه من محطات الطاقه، وبالتالي اي تحديد لمواعيد بهذا الامر سوف بيخفض كميات استهلاك الطاقه سواء في محطات الطاقه او في المركبات، وبالتالي بيقابلها انخفاض كبير جدا في نسب الملوثات التي ممكن تكون تنبعث من المصادر دي. طيب يا فندم، بالنسبة لتخفيف كمان إضاءة الشوارع والميادين والمنشآت، ليه كمان نفس الأثر؟ بالتأكيد المجمل العام بيؤثر بشكل كبير جدا على المستويات اللي ممكن يتعرضها أي مواطن بهذا الشكل. الاستهلاك ده كما هو قلنا، إذا كنا بنتكلم على محال تجارية فإحنا بنتكلم على طرق ومباني حكومية، استهلاك الطاقة بيقل بالتأكيد، وبالتالي نسب الملوثات بتقل، وده بيشجع ويحفز حركة الناس انها تكون حركتهم في المناطق اللي بينخفض فيها الاضاءه تبقى اقل ما يمكن، وبالتالي حركه المركبات بتقل، بالتالي استهلاك الطاقه في قطاع النقل بيقل، بالتالي كل دي مؤثرات بتاثر في الاخر على المستوى التلوث سواء كان ضوضائي او هواء. طيب دكتور مصطفى، بنفتكر كلنا طبعا تجربه كورونا وازاي كشفت انه غلق المحلات وتوقف حركة التنقل بشكل عام كان ليها أثر كبير جدا على تحسين جودة الهواء. هل احنا عندنا مقياس بنقدر نقيس بيه جودة الهواء؟ بالتأكيد موجود حضرتك، والعالم كله محدده على مستوى العالم كله من خلال منظمة الصحة العالمية. يمكن احنا عندنا أدوات بنستخدمها في هذا الأمر في مصر، احنا عندنا أكبر شبكة لرصد ملوثات الهواء على مستوى القارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط. ويمكن الحالة اللي حضرتك ذكرتها دي كانت حالة اكستريم او حالة يعني على مستوى العالم كله، ويمكن النتائج بتلوث الهواء على مستوى العالم انخفضت بنسب تتجاوز 50% في مناطق متعددة، ويمكن في مصر احنا النسب دي وصلت لحوالي 36% انخفاض في فترة الحظر او انخفاض الأنشطة البشرية اثناء فترة كورونا في بدايتها. طب وفي نفس النقطة كمان يا فندم، يعني هل الموضوع في خفض استهلاك الوقود في التنقل ولا كمان خفض المحروقات في محطات الكهرباء؟ الاثنين حضرتك، كلاهما خفض الاستهلاك العام فيما يخص الاستهلاك الكهربائي بصفه عامه بيؤدي الى انخفاض الاستهلاك تلك المحطات للطاقه المستغله. يمكن اقول لحضرتك حاجتين، قطاع النقل بصفه عامه سواء مركبات او قطاع انتاج الطاقه على المستوى العام بيمثلوا اكبر قطاعين بيسببوا تلوث الهواء والتغيرات المناخيه على المستوى العام، وبالتالي اي تاثير بسيط في خفض نشاط تلك القطاعين ليهم تاثير مردود ايجابي كبير جدا على الهواء او التغيرات المناخيه. طبعا بنشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور مصطفى مراد، رئيس قطاع نوعيه البيئه بوزاره البيئه. طيب دكتور، هرجع لحضرتك مره ثانيه ولسه بنتكلم عن ترشيد استهلاك الكهرباء وعلاقته بان كان تحسين نوعيه البيئه او حتى بفكره يعني الحفاظ على موارد الطاقه اللي لدينا، اللي الحمد لله زادت بفتره بشكل كبير جدا الفتره اللي فاتت، فاحنا ده مش معناه ان احنا نضيعها او نهدرها، بالعكس احنا المفروض ان احنا نحافظ عليها. فعايزة أرجع مع حضرتك لنقطة مهمة جدا، إحنا بنتكلم يمكن قبل ما نروح للتليفون فكرة الفيشة بتاعة الكهرباء والشواحن والفيش بتاعة الأجهزة عامة اللي بتكون موجودة في الحيطة، دي طريقة الترشيد. لكن في نقطة تانية عايز أسأل حضرتك عليها، فكرة استخدام الألواح الشمسية، الطاقة الشمسية دي لأي مدى
ممكن تفيد كمان المواطن، ممكن تفيد مصر بشكل عام لو بالفعل قدرنا ان احنا ننتهجها بقى كاسلوب حياه في الاسلوب لاستخدام الطاقه الفتره الجايه؟ هي حضرتك ببساطه شديده جدا، النهارده مصر لو بتكلم من ناحيه مصدر توليد الطاقه الكهربائيه عندها اكبر محطه على مستوى المنطقة العربية والشرق الأوسط اللي هي موجودة في بنبان، ده مركزيا من ناحية قطاع التوليد. فتحت المجال في 2014-2015 لما يسمى بالألواح الشمسية لاستغلال الطاقة المولدة منها وتربط على الشبكة للقطاع المنزلي نفسه. يعني أنا ممكن آجي أنا في بيتي، لو بيتي منفصل عندي إتاحية في الأسطح ان انا استغلها ببعض الالواح الشمسيه اللي هي بتولد لي قدر من الطاقه المتجدده اللي هي اوريدي مصدر دخول الطاقه ليها لتوليد الطاقه الكهربائيه اللي انا بستغلها ببلاش رباني معتمدا على اشعه الشمس، واوفر كميه الاستهلاك اللي جايه لي اوريدي من شبكه الحكومه اللي هي فيها مصادر طاقه متولده كهربائيه بتروح للمستهلك النهائي من خلال حرق أنواع الوقود المختلفة. هذا متاح، كثير من منازلنا النهاردة بدأت تعملها، يمكن حضراتكم النهاردة برضو بدأتوا تشوفوها في أعمدة إنارة الشوارع. صحيح. إنه هي مش واخدة مصدر تيار كهربي ولكن عليها بعض الألواح الشمسية فوقيها ببطارية تخزين للطاقة خلال النهار، وبالتالي أنا أقدر أستغلها بالليل من خلال هذه البطاريات تعمل لي الإنارات العامة اللي موجودة. عزيز. المشكلة الأخرى اللي حضرتك أثرتيها مع زميلي العزيز الدكتور مصطفى مراد اللي هي قضية إنارة الشوارع، وإنارة الشوارع من الناحية التصميمية منذ زمن الزمن المفروض الإنارة بتبقى بشدة إضاءة خفيفة اللي توريني حركة أي حد جاي من أي اتجاه بغرض تأمين الرؤية، وليس إنك تخلي لي الشارع نهار. ده برضو واحد من الأبروتشز اللي المفروض إن شاء الله الناس تشتغل عليها، نفصل بعض دواير. يعني لو إحنا مثلا شغالين أنا في شارع عندي 50-60 عمود، ولما لا إنه إحنا بدل 50-60 عمود ما هم شغالين أشغل واحد التاني لأ، الثالث اند سون، يبقى انا وفرت ومن الاساس ما عملش العمود اصلا. يعني ده او من الاساس هنيجي نخش نقول له من الاساس ما تعملش العمود ده من وجهه نظر التصميميه للشوارع والاضاءات عامه هيحصل هناك نقاط من بعض الخلاف. خلينا نقول نرشد في التشغيل ونوسع في المسافات شويتين بحيث ان احنا نرشد، لانه زي ما حضرتك تفضلتي اقتصاديا على الدوله، انا امبارح بالليل حسبت حسابيه صغيره، كل كيلو وات ساعه حضرتك بتوفريه من عندك طبقا لشريحه الاستهلاك اللي عندك هتوفري يا اما من ابو 80 قرش يا اما من ابو 90 قرش، يا اما انت لو كنت من كبار المستهلكين اللي هم فوق ال 1000 كيلو وات ساعه شهريا، كل كيلو وات ساعه هتوفري قصاده 145 قرش. اروح للصايد بتاع قطاع توليد الطاقه الكهربائيه، خلاص كل وحده هنا بيقابلها طبقا للكفاءه المتوسطه للمحطات حوالي 2.5 وحده الى 3 وحدات طاقه من الماده الخام اللي هي سواء الغاز او المازوت او ما الى ذلك عايز اوفرها. أنا النهاردة الفلوس اللي بتدفعها وبتتكفل بها وزارة الكهرباء والطاقة في قطاع التوليد، كل وحدة حرارية بريطانية، كل مليون وحدة حرارية بريطانية بيدفع 3.25 دولار مقابلها عشان ينتج لي بيها الكهرباء ويبعتها لي. أنا لو وفرت هذه الوحدة الحرارية أقدر عندي بالأوبورتيونيتي كوست أبيعها ب 15-16 دولار أب تو 30 دولار. سو لو أنا قدرت من خلال هذا البرنامج الترشيدي الرشيد اللي صدر من معالي دولة رئيس مجلس الوزراء، لو أنا وفرت مليار كيلو وات ساعة سنويا هقدر أدخل موارد للدولة لا تقل عن ما بين 60-85 مليون دولار هيخشوا عندي في الخزانة كعملة صعبة اللي أنا في شد الاحتياج إليها اقتصاديا في بناء الاقتصاد المصري. عشان كده دكتور مصطفى مدبولي لما اتكلم يا جماعه ما اتكلمش فقط
على ان الناس توفر كهرباء في البيوت، على ان على الرغم من ان ده هيوفر لهم هم فلوس، وفي نفس الوقت برضه هيوفر للدوله عمله صعبه لاني هبتدي اصدر في الطاقه. اتكلم كمان عن دور الدوله في ده، في مساله قرارات الغلق اللي احنا شفناها، في تخفيض اناره الشوارع، في تخفيض ومتابعه باستمرار كل المؤسسات والمصالح الحكوميه عشان الانوار اللي بتكون موجوده في المصالح الحكوميه. حتى دكتور خالد بعد فترات العمل الرسمية في متابعة مستمرة، الهدف من ده كله هو توفير الطاقة لمصر بشكل عام. وهي بلس إضافة إلى ذلك برضو توضيحا للمواطن، كافة المباني الحكومية، وأنا كنت يمكن من بعض الأطقم الفنية اللي كانت شغالة في بعض هذه الدراسات على الجوفرنمنتال بيلدينجز يعني المباني الحكومية أو أي منشآت تخص الحكومة المصرية في برامج كبيرة من 2014-2015، ووفرت الدولة المصرية مشكورة كافة التكاليف الرأسمالية اللي هي مطلوبة من أجل الترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في العديد من المنشآت الحكومية، وتقدر تشوفها على سبيل المثال الحصر حتى إيفن جوه جامعاتنا المصرية اللي هي الحكومية والأهلية. يعني الوعي موجود من زمان. مصطفى مدبولي بالفعل احنا محتاجين ان احنا ننتهج هذه الثقافة ونبتدي ان احنا نطبقها في الفترة اللي جاية، لان هي زي ما احنا بنتكلم ما بقتش مجرد رفاهية. احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور خالد عبد الرحمن الفارغ خبير الطاقة، نورتنا. صباح الخير. ميرسي يا فندم، شكرا.